صباحكم ورد وعسل، يا رب تكونوا كويسين وفي احسن صحه وفي احسن حال. النهارده يوم جديد ويوم سعيد علينا وعلى حضراتكم في جو اوكرانيا المجنون الجميل. النهارده هنروح السوبر ماركت، مش هشتري حاجات كتير ولكن عاوزكم تتفرجوا وتشوفوا الناس دي بتبيع وبتشتري ازاي. وفي حلقات قادمه ان شاء الله باذن الله اعمل لكم حلقات داخل البازارات الشعبيه اللي بعض الناس بتسالني عليها، يعني بحاول ان انا ادخلك في اجواء اوكرانيا. نبدا حلقتنا على بركه الله، بس اتمنى لو بتشوفني لاول مره تشترك في القناه، اتمنى تقول تعليقك المحترم المهذب الجميل، اتمنى تعمل لايك للفيديو. يلا بينا على السوبر ماركت. الاستفندي لونه اصفر مندرين ب 25 جنيه. بص عامل ازاي، بيرلي بيرلي، في حاجات كبيره اهي بس كله لونه اصفر مش برتقالي زي اللي موجود عندنا في الدول العربيه. بس في حاجه، هو مواسم يعني، دلوقتي لونه اصفر، في بعد كده ممكن ينزل لك لونه برتقاني عادي زي اللي عندنا، بيبقى دول يعني استيراد من دول. ماشي. في الجزر اللي هو بيبقى مغسول ده بيبقى اغلى من الجزر اللي هو بترابه ده، خد بالك. ده ب 16 جريفن، يعني التنظيف ضعف الكيلو. فانت ممكن تشتري اللي هو الثاني ده اهو، اهو ثمنه 8 جريفن تقريبا، ده ثمنه 17 جريفن تقريبا، او يعني ب 12 جريفن، بيحبوه هنا قوي. والبنجر ب 9 جريفن اهو. بص البصل، في صغير وفي كبير، لوك بكام؟ تقريبا ب 9 جريفن الكيلو اهو. ده البصل، تعالى اوريكم عيش الغراب. بصوا عيش الغراب ب 54 جريفن الكيلو. في بقى ده طبعا في منه صغير وفي منه كبير، يعني انت حسب طلبك. في بقى عبوات زي كده بتتباع في السوبر ماركت دي ب 26 جريفن العبوه، 27 جريفن اهي. ده الخاص اهو، ده الجرجير انا كلمتكم عنه، بيتباع في عبوات زي كده. ده نعناع اهو، ده السبانخ شبينات زي ما انتم شايفين كده. السبانخ دي حلوه جميله قوي، ممكن تعملها بالطماطم بالسبانخ، وممكن كمان تعمل السبانخ كده في الشوربه، يعني ليها كذا طريقه بس هي سبانخ في الاخر، شبينات. اوكي، نروح لحاجه تاني، البصل الاخضر اهو، هتلاقي ده الشبت اهو، برضو اتباع في اكياس كده. برضو البقدونس هتلاقيه، بصل اخضر، جرجير اهو، وكل حاجه مكتوبه سعرها اهيا. الاسعار هنا هيبقى كلها انت تدور بقى زي ما انت شايف. ده بالنسبه للخضار اللي هو المعلب اللي هو بيبقى متكيس وحد ناسي الاستفند بتاعه او الكاكا بتاعته. يلا، يعني حاجات كتيره قوي. في هنا شبت عبوه فيها شبت وبصل مع بعض، دي بيبقوا عاملينها اثنين، شبت وبصل اخضر وبقدونس وبتاع، تشكيله كده يعني عشان السلطات اهي. بصل اخضر جوه هو وشبت، ثلاث انواع تقريبا، وانت بتشتري اللي انت عاوزه. وعاوزك تعمل سبانخ بالصلصه. يلا، ده المايونيز معظمه اشكال كتيره قوي بقى، وحاطين عليهم رسومات وللحمه يعني والبيض ومعرفش ايه، يعني تشكيله طبعا انت بتستخدمه في اي استخدام مفيش اي مشكله، واخد بالك. دي طماطم جميله برضو، ممكن ايه تاكل بيها اي حاجه يعني، واخد بالك. وهكذا كل دي مايونيز. ده الكاتشب اهو، حاجات كتيره قوي، تلاقي حاجات كتيره جدا جدا طول ما انت ماشي عمال بتلاقي حاجات. في بالشطه وفي طماطم عاديه او كاتشب عادي. على فكره يا جماعه، لما باجي اعمل البيتزا، هو المفروض البيتزا الايطالي ان هي تتعمل بالصلصه بتاعتها، لكن انا بدور على الحاجه السهله اللي هي تنجز معاك. انت لسه هتعمل صلصه، ما الكاتشب شغال، واخد بالك. اوه كتير بقى وانواع كتير، حاجات واسعار. طبعا انا مش بعرض اسعار ولكن بوريك المنتجات اللي تبقى داخل السوبر ماركت. يعني مايونيز اكياس هتلاقي برضه، واخد بالك،
يعني عبوات ب13 جريبن وبتاع، طبعا شركات كتيره، مايونيز تاني اهو، وانت بتشتري زي ما انت عاوز، زي ما انت عاوز بتشتري. انا بيني وبينك الحاجات بتاعت المطبخ دي ما فهمش فيها قوي، ولكن العبوه ما ايه، العبوه باينه اهي، واخد بالك، مايونيز اهي، واسعار متعدده بقى، 28 جريبن، وفي حاجات كبيره هي ب 51 ولا 52، في ب 48، في ب 19، وهكذا. في عبوات اللي هي الطماطم اللي هي الصلصه، ماشي، ده طبعا غير الطماطم اللي هي البامدورة نفسها، يعني واخد بالك، دي موجوده ودي موجوده، ده بالشطه، واخد بالك، كاتشب بالشطه، ده حلو ده، يعني للناس اللي بتحب الشطه، بس خلي بالك ما تكترش منه عشان ما يلهلكش البوبه. حاجات كتيره قوي قوي، في عبوات، يعني دي فاصوليا، ماشي، عبوه فاصوليا، دي فاصوليا بالصلصه، هتلاقي برضو حاجات زي ما انت عاوز، دي فاصوليا بيضة اهي، زيتون، خش على الزيتون، الزيتون الاسمر اهو، زيتون اخضر، يعني بتباع عبوات او في اكياس ايهم، وشركات كتيرة، زيتون تاني اهو ب 35 جريبن، ب 35 جريبن تقريبا، ده الاناناس عبوة اهي اهو، بص بكام عليها عرض، هي ب 47 جريبن 8.5، هي كانت ب 52.5، يعني خفضوا فيها، في عبوة أكبر ب 54 55 جريبن اهي، دي عبوة أكبر، في شركة أخرى ب 163 164 جريبن اهو، العبوة دي، وأنت بتنقي الحاجة اللي أنت عاوزها، في صلصة اهي بتبقى في أزاز زي كده، ماشي، في عبوات زي كده، خدت بالك، عصائر، يعني نوع من انواع العصائر، خلاص كاتب لك عليها اهو، سيك، ماشي، ده عصير طماطم، في ناس بتحب الكلام ده، في عصير فواكه، موز على تفاح على اناناس، ده يعني بيبقى كوكتيل، في اللي هو عصير الكريز، ماشي، في برتقان اهو، ماشي، ب 35 جريبن تقريبا، في اناناس ب 34 جريبن، يعني دي شركات 27، هتلاقي في حاجات ارخص على فكره، في 29 و90 نفس العبوه اهي، بس حاجه غيرها مختلفه ونفس الشركه حسب الفاكهه، واخد بالك، يعني مثلا العبوه دي ب 40 جريفن او 41 جريفن، فاهم، دي ب 39 جريفن، نفس العبوه اهي، عصير كريز على تفاح، في فراوله ب 39 و 40 جريفن، وهكذا، هتلاقي في حاجات زي كده، مانجا، مانجو اهو، دي ب 43.5، ماشي، دي ب 67.5 اهي، في ده اللي هو اسمه ايه، اللي هو جوز الهند، بكام، ب 43.5، دي ب 35.5، خد بالك اهي، يعني حاجات كتيره قوي، في العصير ده ب 25 جريفن، طبعا حاجات تعبانه يعني، 25 26 جريبن، وهكذا بالنسبه للعصير. تعالى اوديكم مكان تاني، ده العيش هنا، ناخد حاجه، ناخد واحد من ده، ناخد ده يا عم، اتعدل كده بقى، خدنا ده، ناخد واحد من الراجل، تسيبه، بصوا الجنب ده كله خاص بالتوابل، اي نوع توابل واي حاجه انت محتاجها هتلاقيها هنا، وحاجات مش غاليه على فكره، يعني الكيس هتلاقي ما بين ال 11 جريفن و70 اهون، ماشي، و5 جريفن اهون، حسب البهارات الموجوده داخل البتاع ده، زعتر هتلاقي بيحبوا الزعتر هنا قوي، ماشي، فلفل اسود برضه هتلاقي، عارف، حاجات كتيره قوي، حاجات للحمه وحاجات للدجاج، انت فاهم طبعا الشركات دي بتالف ويقول لك ايه ده للحمه وده للفراخ، ولو حطيت بهارات اللحمه
حطيتها للفراخ هتشتغل، ولو حطيت بهارات الدجاج للحمة هتشتغل عادي. واخد بالك؟ توما هو يعني هتلاقي 4 جريفن و40 اهو، يعني قول 4 جريفن يعني ماشي، يبقى 10 جريفن كله بقى 30 جرام 20 جرام. واخد بالك؟ حاجات بقى فاهم. العبوة دي فلفل اسود اهو صحيح سليم. العبوة دي كام جرام؟ دي 42 جرام اهي. دي بكام؟ ب 54 جريفن تقريبا تقريبا يعني. دي حاجات للطماطم ب 10 جريفن و40، 8 جريفن و40 وهكذا. الاندومي بقى اللي انا بقول لكم عليه ما تاكلوش عشان ده مشكله المشاكل. العبوة دي ب 3 جريفن، يعني قول 4 جريفن العبوة الاندومي دي. طبعا الاطفال بيموتوا في الحاجات دي، بس نصيحه اوعى تاكل ولادك من الحاجات دي صراحه يعني. وعبوات بقى زي ما انت شايف، وهو اندومي جميع الاشكال صراحه كتير اوي، حاجات كتيره جدا اهو. وفوق على فكره انا مش بصور فوق، انا بصور كده تحت بس. واخد بالك؟ يعني القسم ده بتاع المكرونه هتلاقي فيه مكرونه كتير وجميع الاسعار زي ما انت شايف يعني. بص الناس طبعا واقفه بتتفرج، وفي ناس بتشتري وهكذا يعني. بص ووريك شكلها هو تاكلها ازاي، هي المكرونه وتعمل لها شويه صلصه وتحط لها اي ديكور بقى انت زي ما انت عاوز يعني. وبص اسعار 19، في ب 11، في ب 24، في ب 29، في ب 17 اهو ماشي، في ب 30. بص شركات، واحنا عارفين المكرونه دي انواع وجودات بالنسبه للشركات يعني. بص 21 جريفن اهي، 60 النوع ده مكرونه ايطالي ب 38 جريفن ونص، يعني قول 39 جريفن. مكرونه دي جميله قوي قوي قوي، يا ريت تجربوها حلوه، بتتباع في السوبر ماركت هتلاقيها كتير قوي. ايطالي ماشي اهو، في منها برضو الشعريه اهو، برضو نفس الشركه برضو دي لوكس يعني. كتير بقى في حاجات غريبه كده مكرونات يعني، كل حاجه وليها اكلها وليها نظامها في الاكل صح. يلا نروح مكان تاني، يلا يلا يلا. بصوا هنا الاسماك اللي هي المدخنه زي الرنجات ومعرفش ايه والحاجات اللي انتوا عارفينها دي. هنا بيحبوا السمك جدا جدا في اوكرانيا يا جماعه، الناس كلها بتحب السمك. رنجة هي شايفها. اتمنى حلقه النهارده تكون عجبت حضراتكم، اتمنى ان انتوا تكونوا غيرتوا جو، ان شفتوا بعض المنتجات سواء خضروات او فاكهه او اي شيء داخل السوبر ماركت. الحلقات دي يا جماعه انا عاوزك تغير جو، عاوزك تشم هوا، عاوزك تعرف اشياء ممكن ما تكونش عارفها. وفي بعض منكم سافر وشاف الحاجات دي تمام، مفيش اي مشكله، ولكن انا بكلم الناس اللي ما جاتش وما شافتش. اتمنى حلقه النهارده تكون عجبت حضراتكم. يوم السوبر ماركت ممكن تقعد فيه ساعه ما بيخلص. اتمنى ليكم الخير، اتمنى لكم حياه سعيده، اشوفكم على خير. السلام عليكم، باي باي. تسلم دنيا بكره.